السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا اولاد؟ رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جايبين لكم تجميعة اسطورية ان شاء الله، معالج اي 5 9600 كي او ماذر بورد الزد 390 من ام اس اي، وعندنا كرت الجي ار تي اكس 2070. فما بنطول عليكم الفيديو اكثر من كذا، واخليكم على الفيديو. طيب جماعة الخير، أول شيء راح نفتحه اللي هو الـ RTX 2070 من MSI. راح نفتح صندوقه ونشوف مع بعض. نشوف كلمة RTX 2070 الثمانية، الفيرام حقه GDDR6. فخلونا نشوف، نفتح الكرتون من هنا. ما شاء الله، نطلع بس ليسأل ايش الفرق بين ساعة تضرب الستاند ليسأل ايش الفرق بين الكروت. الكروت طبعا واحدة يا جماعة الخير، لكن الفرق يكون في التبريد، في كسر السرعة، في كسر السرعة المصنعية، شيء بسيط يعني ما هو ذاك اللي. فهنا زي ما نشوف، فتحنا الكرتون هنا في كلمة MSI. ضربت ستاند مرة ثانية، ما ادري شفين على ستاند انا اليوم، زعلان عليه. هذه ضرب حق المس اي اللي يجي معاه استيكرات اعتقد وشي زي كذا، واعتقد ما اعتقد جاء معاه العاب الكرت هذا زي الكرت اللي عندي للاسف، ما اعرف ليش المس اي زعلان علينا. التيبات افا، بس جاي معه تيبات حتى ما حطوا معه شيء ثاني اللي هي كيف تركب، مو مشكلة ما حتستخدم المانيوالز هذه حقت الكرت. وهنا يقول لك شكرا انك اخذت كرت MSI. نزل هذول تحت، نطلع الكرت. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو الكرت يا جماعه الخير. قطع حقته، ما شاء الله. هذا هو الكرت يا جماعة الخير، هذا هو الـ RTX 2070. شوفوا صراحة جدا حلو، مقاسه طبعا جدا ممتاز. أحسه مو زي مقاس الكرت اللي عندي، أحسه يعني شكله متناسق أكثر صراحة، أحسه أصغر ونوعا ما يعني أحسه أصغر صراحة يعني بكل مقاييس، لكن الأداء إن شاء الله واحد. طبعا جون هنا فيه المراوح ثنتين، وهنا الهيت سينك من ورا، معروف الـ MSI في الهيت سينك حقتهم من افضل الهيت سينكات. الهيت سينكات متعوب على الكلمه دي. فخلينا نشوف الشيء الثاني، احنا قضينا من كرت الشاشه، نشوف الشيء اللي بعده. راح برضه نفتح صندوق حق الزد 390، لكن دائما جوه الخير المذر بورد قبل ما تلمسها عشان ما يجيك الانتي ستاتيك او اي شيء، او استاتيك اقصد، ما هو انتي ستاتيك، عشان تسوي لها انتي ستاتيك لازم قبل ما تشيل الكيس هذا تكون لابس جزمه وانت بكرامه، اذا كان ما عندك زي انتي ستاتيك للقفازات هذه. فتلبس جزمات اقل حاجه وان شاء الله امورك، وتلبس الجلوفز تكون بلاستيك وان شاء الله امورك تمام. انا ودي اطلعها لاني ما لبستها للحين. فهذه هي من مس اي، جاي بلون احمر واسود، بطلة صراحه. وعندنا هنا السامسونج اللي هو الايفو 970 بلس، اللي هي الام دوت 2 250 جيجا. هذه ان شاء الله نخليها عليها النظام وتكون اقلاع باذن الله. هنا عندنا اتش دي دي عادي 2 تيرا اتش دي عادي، وفي عندنا هنا من كولر ماستر الهايبر 212. ثواني بس اعدل هذا، هذه هي الاتش 212 اللي هي طبعا الكرت المعالج عذرا، لان المعالج ما يجي معاه مشتت هوائي. طبعا صاحبه طلب لي انه يبي مشتت هوائي حاليا لانه ما راح يكسر السرعه، لكن مستقبل ممكن اركب تبريد مائي. طبعا هذا المعالج اللي هو الكور اي 5 9600 كي، يجي فقط اللي هو المعالج لحاله، ما يجي معاه المروحه، لانه اعتقادا من شركه انتل انك راح تركب مبرد مائي وتكسر السرعه.
هنا عندنا 600 واط جدا كافي بإذن الله للتجميع هذه من EVGA. طبعا EVGA كويسات الباور سبلاي عندهم من افضل شركه تصنع باور سبلاي، فانصح ب EVGA سيسونيك وانصح برضه بثيرمالتي كلهم ممتازه. وعندنا جماعه الخير الكيس هناك، سلم علينا اللي واقف هناك بعيد، عذرا على ذا، عذرا خليكم على الحوسه دي هذا خلف الكواليس. عندكم الكيس اللي هناك هذا الفيرسا من ثيرمالتيك الجي 25 تي جي، وبرضو عندنا الرامات من شركة جيل 3000 سرعتها برضو، هذه برضو تدعم برضو معالجات الرايزن أو تركب رايزن، وتدعم هو يقول لك هنا الأورا سينك لكن تدعم كل أنظمة المذر بورد سرعتها 3000، وراح نركبها الحين نرجع لكم. طيب يا جماعة الخير هذه هي التجميع بعد ما ركبناها، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يبارك الرعيها. طبعا التجميع جدا ممتازة وجربناها على السريع، ما مدنا نصور لنا رعيها الله يعني يوفقه، مستعجل على التجميع، ولكن ما شاء الله التجميع مرة بطلة. أنا أنصح فيها تشغل جميع الألعاب على ألترا سيتينج فوق 80 تقريبا فوق 90 فريم على أي لعبة، تشغل ألعاب 2K بمنها RTX 2070، تجميع جدا بطلة. حتى عجبني اللي هو M.2 عذرا من سامسونج جدا وحش، وبرضو المذر بورد زي ما نشوف فيها الرامات RGB، المروحة حقت المعالج RGB، والمروحة الأمامية RGB برضو. فنستعرضها على السريع قبل ما ننهي الفيديو، يلا جماعة الخير وأخليكم معها. وإلى هنا خلص الفيديو حقنا، يعطيكم ألف عافية جماعة الخير على المشاهدة، أتمنى أنكم استفدتم من الفيديو. وإذا أي واحد منكم جماعة الخير يبي يبني له الجهاز أو يبغى يجمع له قريب حاضر بالخدمة، يمكنك تواصل معي عن طريق الانستغرام، راح أحطه تحت في الوصف لأي واحد يبغى يتواصل معي عن طريق يبغاني أركب التجميع، يبغاني أطلب التجميع. لكن يا شباب أتمنى، لأن في كثير يجي يسأل عن التجميعات وما أدري كيف، وهذه أفضل وهذه ما أفضل. من ناحية هذه أنا تكلمت عن في أكثر من تجميع عندي في القناة، يريد شيء يكون عليها كما تسألون، لأني أعتقد والله أعلم أني غطيت أغلب التجميعات. فيعطيكم ألف عافية جماعة الخير، ولا تنسوا تسوون لايك سبسكرايب وشير. كان معكم باسم من قناة سوكا، والسلام عليكم.